سلام. إنه الواحد طبيعي عنده أحاسيس، وإحنا من غير أحاسيسنا ومشاعرنا ما ممكن نشوف طعم للحياة، وما ممكن نشوف لها لون. من ضمن الأشياء اللي تخلينا إنسانيين هي الأحاسيس، والأحاسيس ساعات بتشت عن الطريق. يعني بتصير بزيادة، إن كان بزيادة فرح أو زيادة كآبة، بتقلب لكآبة طبعا، زيادة حزن. الله أمرنا إنه إحنا نكون دايما في النص، وسطيين، في الوسط. وفي الوسط معناها إني أنا ما أكون بزيادة في أي إحساس عندي، يا إما حيقلب لإحساس سلبي، والإحساس عبارة عن ذبذبات، والذبذبات بتصير للأسف لما بتكون سلبية بتصير كاملة في الجسم، وبتأذي، ممكن تأذي حسب طبعا نوع زيادة الإحساس هذا. لو كان مثلا زيادة في إحساس الفرح، خليني أقول ساعات في ناس بيتعرضوا لكسرة قلب لأنه بيكون في توقعات عالية مثلا من شخص في العلاقات، وتلاقي مثلا شخص بيغدق على اللي هذه زوجته مثلا هدايا، وبيحبها جدا وبيحاوط عليها وبيخاف عليها بزيادة. هذا ممكن يؤدي بالنسبة له الصدمة، لأنه عنده توقعات معينة ممكن ما تقابل التوقعات حقته فينصدم، فبيصير في كسرة قلب، وفعلا القلب ينكسر. ممكن مثلا شخص تقلب معاه موقف معين، مثلا راح بزيادة في أحاسيسه من ناحية الشغل، إنه عنده رؤية معينة وصاير متحمس كتير. حلو الحماس، بس برضو الحماس يبغى له يكون معتدل أو وسط. لما الواحد بيتجاوز الإحساس بالحماس في الشغل وكذا، وشايف عنده نظرة معينة، بيتواجه بواقع مثلا معين بيكون سيء، فهذا بيسبب عنده غضب، بيسبب عنده قهر. فكل هذه أحاسيس سلبية، وهذه ما بتجيب أشياء طيبة في الحياة، لأنه الأحاسيس عبارة عن ذبذبات، وبقانون الجذب بتجذب لي أشياء طيبة أو أشياء سيئة حسب أحاسيسي. فلو كان في إحساس بالغضب حينجذب لي كل الأشياء، أو ينجذب للشخص هذا كل الأشياء اللي بتدعم إحساس الغضب. الأفضل حاجة لما الواحد يحس نفسه إنه هو أحاسيسه بالزيادة مو قادر يعمل عليها سيطرة، يعني كنترول. أنا بحاول أستخدم يعني لغة عربية، يسجد. السجود دائما في حالات الفرح الزايد بتسحب الأرض، بيسحب كل الذبذبات هذه اللي ممكن تأذي الشخص، والله والواحد بيتجه لله، فبياخذ كل الأشياء الجميلة من رب العالمين، فبيصير في وضع وسطي، وضع أحاسيسه تكون في الوسط متزنة. عادة اللي بيروحوا للأشياء يعني أن يكون إحساسه زايد زيادة عن اللزوم، بيكون في إحساس بعدم الأمان، يبغى يحس بالأمان في جسمه، فتلاقيه يعمل رياضة، وتلاقيه كل يوم كل يوم، ما ينفع. أفضل شيء أن الواحد لما يحس أنه أحاسيسه يعني صايرة بزيادة، إن كان فرح أو أشياء سيئة، غضب، حزن، إحباط، مهم، كل الأحاسيس دي، لما يحس إجمالاً سواء كان إحساس إيجابي أو سلبي إنه صاير زيادة، يتجه لربه ويفرغ الشحنة هذه كلها مع ربه، حيصير هادي وحيصير في وضع وسط. نحن قوم وسط. فالمهم إن الواحد يكون واعي لها. وبتحصل طبعاً، خلينا نقول مثلاً في الشغل قفزات، أوكي، إذا الواحد ما كان مهيئ لها وإذا ما كان واعي لها، فيصير يهيئ جسمه نفسياً وعقلياً وجسدياً. لأنه بتلاقي مثلاً شخص كسب، خلينا نقول اليانصيب، بتلاقيه نطنط وحيتجنن كمان شوية، وتلاقي الفلوس زي ما جات زي ما راحت. دحين نحط على جنب مسألة الحلال والحرام، بس كإحساس هذه الذبذبات ما هي مظبوطة، فبتسبب حاجات زي كده. لما الواحد يوجه أحاسيسه طبعا لرب العالمين، فبتلاقيه هدى، وبتلاقيه استوعب. كنت بتكلم على القفزات، فلما يستوعب انه هو في المستوى هذا، فجأة صار في قفزة، وياخذ الأمور بهدوء
الوعي حتلاقي نفسه أحاسيسه شوية شوية تدرجت للمستوى هذا اللي وصل له والأمور عدت بسلام، بس إذا ما كان مستوعبها ممكن يحصل أشياء جدا سيئة هي بتكون في الواقع مجازفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال حبيبي، قال إنه إحنا قوم وسط، فالواحد قد ما يقدر يحاول يكون في الوضع هذا في المستوى ده، أن يكون في الوسط بأحاسيسه. سلام.